على تليفونك. لو تابعنا محمد ان شاء الله يعني، بس مش عايز اقفز، مش عايزين نقفز لكن هم الناس مهتمه جدا السؤال ده، يمكن اكتر سؤال هو حضرتك معلش زي بعض عشان انا بحب بس نقول وبعدين هنقول بالتفصيل ان شاء الله. باختصار الاحتفال يا اخ محمد مع في اللغه معناه في اللغه جاء من حفله، وحفل الضرع باللبن اي تجمع فيه اللبن، وقالوا احتفل اي اجتمع. فمعنى الاحتفال ان يجتمع الناس زي ما ستك قلت في اول حلقه بالظبط، ان يجتمع الناس يتدارسون سيره النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون شمائله ويتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وما افضلها سيره وما اقوامها طيب سيره. هل هو يا محمد من قبيل البدعه؟ لا. يقول الامام ابن كثير والامام الحافظ ابن كثير والامام ابن الجوزي وغيرهما ان الاحتفال بدا بالنبي من القرن الرابع او الخامس الهجري. نعم تمام. هذه واحدة. نمرة اثنين محمد عشان برضو لو ما سمعتناش ولا لو غيرك ما سمعناش، يقول بريدة الأسلمي قالت جارية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة، يا رسول الله كنت قد نظرت إن عدت إلينا سالما من هذه الغزوة احتفلت بك وغنيت لك وضربت لك الدفوف، أفعل يا رسول الله؟ قال إن كنت قد نظرت فافعلي. صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه يا محمد كيف كان استقبال الأنصار للنبي عندما هاجر إليهم. نعم باحتفال على مرأى ونسمع منهم. نعم. بالاحتفال وبالغناء، وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وهكذا كما وبأغصان الأشجار، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم. هذه مظهر من مظاهر الاحتفال. وكما ستك قلتي قلنا يا رسول الله ما نراك تخطئ صوم يومين من الأسبوع الاثنين والخميس، قال أما الاثنين فذلك يوم ولدت فيه فأردت أن إيه أحتفل به. احتفل بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. الاحتفال ليس ببدعة طالما يا محمد في إطار المشروع، وهذا فليس فيه شيء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة برا الإطار برا السياق برا الصندوق معلش أنا آسف. يقول أحد صاحب الهدى في الاحتفال بالصاحب الهدي والرشاد، قال لي أحد الصالحين يا رسول الله في رؤية، قال صحيح ما بناخدش منها حكم شرعي ولكن دي مبشرات، قال لي يا رسول الله البعض ينهرني عن الاحتفال بك ويقول انه بدعه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من فرح بنا فرحنا به. صلى الله عليه وسلم كلنا فرحانين بوالدك يا حبيبي.